نعم، اتضح أن صافرات الإنذار هي في منطقة عكا، في منطقتي عكا وحيفا اللتان تبعدان ما بين 40 إلى 50 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية. قبل قليل كانت هنالك صافرات إنذار في تلك المنطقة، إضافة إلى سماع دوي انفجار. أيضا تلقينا بعض الفيديوهات يمكن أن نرى عبرها بأن كان هنالك اعتراض صاروخ باتريوت فوق سماء مدينة عكا. مدينة عكا نفسها تبعد 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية من الغرب، عن الحدود الغربية للبنان، والتقديرات حتى الآن في إسرائيل تشير إلى أن هذا الصاروخ أطلق من قطاع غزة. حتى الآن لا يوجد بيان رسمي لقوات الجو الإسرائيلية يمكن اعتماده، ولكن التقديرات هي أن هذا الصاروخ أطلق من قطاع غزة وليس من لبنان. إذا كان هذا الصاروخ بالفعل أطلق من لبنان، هذا يعني بداية حرب مفتوحة، لأن إسرائيل لن تسكت على ذلك. ولكن التقديرات كما قلت بأن هنالك صاروخ أطلق من قطاع غزة. نحن نعلم بأن حماس تمتلك صواريخ عياش 250، وهي صواريخ يصل مداها إلى 250 كيلومترا، كانت قد أطلقت في بداية في الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة. في ذلك الوقت كنا قد سمعنا صافرات إنذار في منطقة صفد وفي الجليل الأعلى، ثم سقطت أجزاء من هذا الصاروخ ومن صاروخ الاعتراض في منطقة خليج حيفا. عمليا هذه إذا كانت بالفعل التقديرات صحيحة بأن الصاروخ أطلق من قطاع غزة، فإن هذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها حماس صواريخ عياش التي يصل مداها 250 كيلومترا. في شمال البلاد أيضا يصلنا أيضا بأن الصافرات التي كانت في الجليل الأعلى كانت نتيجة تسلل طائرة مسيرة من لبنان، أيضا يبدو بأنه تم اعتراضها. على أي حال صواريخ عياش أيضا تم استخدامها في حروب سابقة، وكانت قد وصلت يعني قبل ذلك إلى جنوب، إلى بالقرب من مطار رمون، وهو قريب من إيلات جنوب إسرائيل، تقريبا أقصى الجنوب في إسرائيل. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن. مرة أخرى كان هنالك أيضا صافرات إنذار في غلاف غزة، تبين أنها أيضا مسيرة من قطاع غزة، بمعنى أن حماس تستخدم أيضا بين الحين والآخر أسلحة لم تستخدمها بعد أو استخدمتها بشكل خفيف منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مثل هذه المسيرات التي أطلقت من قطاع غزة نحو غلاف غزة إلى الأجواء الإسرائيلية، وأيضا صاروخ عياش يبدو بأنه هو ما أطلق نحو مدينتي، نحو خليج حيفا ومدينة عكا التي سمعت فيها أصوات صافرات الإنذار. طبعا هذه المناطق التي نتحدث عنها حيفا وعكا هي مناطق، يعني إذا كانت هنالك حرب مفتوحة مع لبنان، فإن هذه المناطق ستكون من أكثر المناطق استهدافا من قبل حزب الله. هي المدن الكبرى في القطاع الشمالي لإسرائيل، وربما لسخرية القدر يعني هنالك ارتياح في إسرائيل من التقديرات التي تحدثت عن أن هذا الصاروخ يبدو أنه أطلق من قطاع غزة وليس من لبنان، بسبب التخوف من حرب مفتوحة مع لبنان قد تضع كامل هذه المناطق تحت صواريخ حزب الله. إيمان جبور مراسلة الغد من الجليل الغربي، شكرا لك.